طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت تشرفت المدينة مرحبا يا خير دار من الأماكن الأثرية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثنية وتقع في الجهة الشمالية الغربية من مسجد قباء وتبعد عنه مسافة 1500 متر وتسمى ثنية الوداع الجنوبية معنى الثنية أي الطريق في الجبل وسميت ثنية الوداع لأن العرب في الجاهلية كانت لديهم مختلقات ومن ضمن هذه المختلقات أنه لا يدخل أحد إلى المدينة حتى يصعد فوق ثنية الوداع وينهق 10 مرات ومن لم يفعل ذلك قتله الهزال واستمرت هذه العادة حتى جاء عروة بن الورد العبسي فصعد على ثنية الوداع ولم ينهق وأنشد لئن عشرت من خشية الردى نهاق الحمير إنني لجزوع فدخل في المدينة ولم تصبه الحمى فترك الناس النهيق قد أشار إلى هذا أحمد البدوي الشنقيطي صاحب عمود النسب بقوله القول فيما اختلقوا واخترقوا ولم يسق إليه إلا النزق واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر أو طيبة آتيهما ليسلما بذلك التعشير من وباه مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء والبعض يقول إن ثنية الوداع سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع قواده من أصحابه رضوان الله عليهم من هذا المكان من الأحداث التي وقعت في هذا الموقع استقبال المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان قادما في هجرته من مكة المكرمة واستقبلوه بالنشيد المشهور في التاريخ الإسلامي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا هذه القلعة التي تشاهدونها أمامكم بنيت في العهد العثماني بناها فخري باشا للدفاع عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا مرحبا يا خير دار